بيحرق كتير. هو بياكل دهونات بيحرق زياده. كتير. والله لو بياكل يس مالح غالبا بيبقى هناك اسباب مرضيه، وممكن يكون هناك اسباب نفسيه. الاسباب المرضيه ممكن تكون مشاكل الغده الدرقيه، هرمون السيروكسين بتاعه اللي بيفرز من الغده الدرقيه يكون بكميه كبيره، فالحرق بتاعه بيبقى كبير جدا، فبالتالي الاكل اللي بياكله بيتحرق بشكل كبير أها جدا، وبالتالي ما بيزيدش في الوزن، فممكن يكون عنده مشاكل في الغده الدرقيه، ممكن يكون عنده ديدان في الامعاء. الاكل اللي هو بياكله، الديدان في الامعاء بتاكل الاكل اللي هو بياكله، وبالتالي ما بيستفيدش من الاكل اللي هو بياكله، وبالتالي ما بيحصلش ايضا زياده عنده في الوزن. ممكن يكون عنده انيميا، الانيميا برضو بتبقى سبب في النحافه وفقد الوزن. ممكن برضو ممكن مثلا ديت اشهر الاسباب المرضيه. هناك اسباب نفسيه، لو هو عمل كل هذه، عمل تحاليل معينه وما طلعش مثلا عنده مثلا اشياء ممكن تبقى سبب النحافه مثلا، وممكن ايه يبقى سبب يعني ما نفسي، عندوش مرض. ممكن يبقى سبب نفسي يعني. واغلب الناس اللي عندها اسباب نفسيه بنقول لهم ممنوع العصبيه، ما تسمحش لاي حد باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجيلك الضغط، انت اللي هيجيلك السكر، انت اللي هيجيلك القلب، انت اللي هتدنك نحيف ومعصعص ومش حد هيبص عليك. فالفكره لو احنا النحافه بتاعتنا نفسيه، يبقى احنا لابد ان احنا نمنع العصبيه ونبعد عن الحاجات اللي مسببه لنا حاله نفسيه سيئه، وناخد برضه أغذية بتريح الأعصاب، وفيتامينات بتريح الأعصاب، أملاح معدنية بتريح الأعصاب، مشروبات بتفتح الشهية، كل هذه الأشياء. مشروبات بتفتح أها الشهية زي مشروب اليانسون والبابونج والحلبة والكراوية والبابونج واليانسون والحلبة والكراوية، مشروبات تتشرب على مدار اليوم تفتح لنا الشهية وبرضه تريح لنا. أها البابونج من أفضل الحاجات المهدئة برضه، يريح الأعصاب عندنا. ممكن حلو. ناخد فيتامينات بتريح الاعصاب زي فيتامين د وفيتامين بي 6. فيتامين د ده مصدر رئيسي بتاع اشعه الشمس، فلو احنا تعرضنا نص ساعه لاشعه الشمس بالنهار يبقى احنا كده بناخد فيتامين د، وبالتالي الناس اللي بتتعرض لاشعه الشمس بالنهار بتبقى دافع قوي جدا، الحاله النفسيه بتاعتها تبقى افضل من الناس اللي ما بتتعرضش لاشعه الشمس. الناس اللي عايشه في دول اوروبيه صح. زينا، الناس اللي عايشه في دول اوروبيه زينا كده تاخد فيتامين د عن طريق الاكل بتاعها او عن طريق المكملات اللي بتحتوي على فيتامين د. زيت كبد الحوت يعتبر مصدر جيد جدا لفيتامين د موجود في الصيدليات. ممكن نقول املاح معدنيه بتريح معدل الاعصاب. كم من دقيقة لازم الإنسان يوميا يتعرض للشمس؟ كم دقيقه يعني؟ من 20 دقيقه ل 30 دقيقه في اليوم، من ربع ساعه لحد نص ساعه يوميا. كويس، ده معدل يديك احتياجك يوميا يعني. حلو، مفيدة أصلا هي الشمس. بالنسبه للاملاح المعدنيه، املاح الكالسيوم والمغنيسيوم ناخدها من الاكل بتاعنا، او المغنيسيوم افضل 3 مصادر للوز والافوكادو والسبانخ. حلو. يعني دي كده حاجات بسيطه كده احنا قلناها، واهم حاجه ان احنا نبعد عن الحاجات اللي بتسبب لنا العصبيه.